شيخ، بعض الناس حفظكم الله جعل من هذه الأناشيد ديدنه في سيارته، في بيته، مع أولاده، يعني جعل وقته كله في لها. اي، لانها لا اصل لها، ولانها فتنه. سبحان الله. وكان الذي ينبغي له ان يستمع الى القران الكريم المسجل في 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 المصاحف المرتله الله أكبر. والاشرطه، وفيه ما يغنيه ويكفيه ويؤجر عليه. الحمد لله. وكذلك المحاضرات والدروس الدينيه، ولا يشغل وقته بالاناشيد التي لا يستفيد منها شيئا الا الطرب. نعم.